كذا نقطة من النقط الأولانية اللي هي الإنفاق وإنفاق عملية الإنفاق. اتكلمنا في موضوع ببطء أتكلم ببطء ولا لا كويس أوي يعني. اتكلمنا في موضوع الإنفاق اللي هو زي مثلا الخط التالت والمرحلة التالتة أو الخط التالت والمرحلة الرابعة والخطوط بعد كده خطوط الرابع والخامس لتحقيق طبعا توفير مواصلات في القاهرة ونخفف العبء عن الشارع بحيث ان احنا نستعمل طريقة المواصلات الجماعية غير المواصلات الفردية اللي هي بتتعبنا في الطرق بتتعبنا في الطاقة بتتعبنا في البيئة. وازاي يعني ناقشنا مع بعض ان الهدف اللي موجود اللي بيدهولنا قائد لينا ان احنا ازاي نشوف ان نعملها بطريقة اقتصادية وفي نفس الوقت بطريقة الزمنية ازاي ان احنا نختصر الزمن. يعني معناها مثلا ان انا هعملها في 4 سنين ازاي اعملها في سنتين او سنتين ونص بحيث برضو ودي كانت نقطة مهمة عنده ما نأثرش على الكواليتي بتاعة المبنى نفسه. يعني وصل 2.1 تريليون. انا نفسي انا يعني هاني نفسي ان الصحافة تكتب كام صفر التريليون دي. عارف كام صفر؟ تريليون 12 صفر. 12 صفر. يا ريتك تكتبوها للناس علشان يعرفوا ايه الكلام. فانا قلت له عجز. انا قلت له ده العجز 2 تريليون ده العجز. العجز. قلت له لو احنا في اوروبا عندنا مثلا 200 مليار دين ما بنمش. لازم نجري وراها عشان نخلصها لان ده دين للاجيال اللي بعدي ولادي وولاد ولادهم. فلازم التوعيه تكون موجوده ان الدين ده ليه ارباحه وازاي ان انا ايه اقلل من الدين عشان اعيش. زي ما حد مثل لو انا متجوز واحده وعندنا حساب في البنك وتيجي كل يوم تشتري فستان او تشتري شبكه او تشتري ذهب او تشتري كل يوم فبتسحب من البنك لغايه ما الفلوس بتاعتنا اللي موجوده خلصت وبدات تشتري برضه وتشتري تاني وبتاخد ايه قرض من البنك وقرض من البنك وقرض من البنك وقرض من البنك. فما بتحسش انت بالدين اللي عليك ايه لما تيجي بقى اولاد عايزين يدرسوا ما تقدرش انك انت تدفع له ثمن المدرسه او ثمن الكتب علشان الدين موجود.